السلام عليكم ورحمة الله أحبتي مشاهدي قناة الفلوجة وحلقة جديدة من برنامج هاتريك. حلقتنا اليوم راح تكون مخصصة حول العديد من المواضيع وأيضا المتابعات من الأسبوع الماضي. اليوم بداية أسبوع جديد وأيضا مواضيع كثيرة راح نتحدث بها مع ضيفي اللاعب الدولي السابق الكابتن كريم صدام. بعد الفاصل راح نواصل برنامج هاتريك معي. اهلا بكم مشاهدينا. خلينا نبدا مع منتخبنا الوطني للشباب بكره الصالات اللي تاهل الى نهائيات اسيا بعد فوزه على منتخبي البحرين والامارات. يوم امس خاض مباراه امام المنتخب الاماراتي وانتهت هذه المباراه بفوز المنتخب العراقي للشباب بسبعه اهداف مقابل لا شيء للمنتخب الاماراتي. اذا مبارك للتاهل لمنتخبنا الشبابي الى نهائيات كاس اسيا 2019 بعد ان تصدر المجموعه في تصفيات منطقه غرب اسيا، وأيضا حقق فوز مثل ما ذكرنا على البحرين والإمارات، حصد 6 نقاط وضمن صدارة المجموعة وترشح إلى النهائيات للمرة الثانية في تاريخه. مبارك طبعا للمنتخب العراقي للكادر التدريبي للجنة كرة الصالات في الاتحاد العراقي لكرة القدم، إنجاز جديد. ننتظر ليوث الرافدين أو المنتخب العراقي للشباب في نهائيات كأس آسيا اللي راح تقام العام المقبل. برعاية وزارة الشباب والرياضة وأيضا اتحاد الكرة واللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، عقد الاتحاد العراقي لكرة القدم المؤتمر الأول للتطوير أو لتطوير كرة القدم في العراق، من ناحية أنه تحت شعار يعني من أجل نعمل من أجل مستقبل أفضل. هذا الموضوع أيضا أنه هو تطوير كرة القدم العراقية مسؤولية مشتركة بين جميع المؤسسات الرياضية ويتطلب أيضا من الجميع المشاركة الفعالة. محاور المؤتمر اللي ضمنت اليوم اللي عقد اليوم رؤية وعمل اللجنة الفنية والتطوير اللي في الاتحاد العراقي لكرة القدم، ومنها البراعم الأشبال الناشئين الشباب، فضلا عن المسابقات ودور الإعلام الرياضي واستراتيجية عمل الاتحاد للفئات العمرية. هذا كان موضوع اليوم المؤتمر التطوير، بس أنا أشكل على نقطة واحدة أنه الإعلام الرياضي أيضا أنه ربما هو جزء أساسي من نجاح عمل الرياضة العراقية بصورة عامة وكرة القدم بصورة خاصة. حضور المؤتمر حضر طبعا الحسناوي على ما أعتقد هو حسن الحسناوي مستشار وزارة الشباب لشؤون الرياضة، وحيدر الجميلي ممثل عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، والدكتور علاء عبد القادر، وإضافة إلى عدد من المدربين والرياضيين والأكاديميين وأعضاء اتحاد الكرة، وأيضا نخبة من الإعلاميين حضروا في هذا المؤتمر. موضوع الآخر، المنتخب الوطني راح يغادر إلى قطر وتحديدا العاصمة القطرية الدوحة يوم 18 من هذا الشهر للدخول في معسكر تدريبي يسبق إقامة المباراتين الوديتين أمام الصين وفلسطين. كاتانيتش سيصل غدا إلى بغداد، وراح هناك بعض الأخبار تشير أنه ربما كاتانيتش راح يعقد مؤتمر صحفي لتوضيح عمل أو لتوضيح آلية استدعاء والقائمة اللي تم استدعائها لمعسكر قطر ولمباراتي الصين وفلسطين. كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في نهائيات أمم آسيا. بصراحة الآن دخلنا في مرحلة الدعم اللوجستي، الدعم المعنوي، الدعم الإعلامي للمنتخب الوطني على أمل تحقيق نتيجة إيجابية رغم صعوبة المهمة في نهائيات أمم آسيا. خلينا نكون واقعيين، أكو منتخبات إعدادها أفضل من إعدادنا، أكو منتخبات يعني صرفت الكثير على إعداد منتخباتها للحصول على لقب أمم آسيا، وأيضا يعني منتخبات بقيمة اليابان، إيران، كوريا الجنوبية، أستراليا، الكثير من هذه المنتخبات تعمل منذ سنوات وتخطط
للتتويج بلقب أمم آسيا، وبالتالي اليوم منتخبنا عليه مهمة صعبة، أمامه مهمة صعبة جدا. نتكلم ونقول مهمة صعبة، فعلا مهمة صعبة. احنا ما جانا نحبط أو نهبط من معنويات اللاعبين وحتى الجمهور الرياضي، لا بالعكس، هذا الموضوع هو واضح للعيان وواضح للشارع الرياضي، المهمة صعبة في أمم آسيا. لا أحد يجي اليوم يقول لك لا المهمة سهلة وراح نتخطى. احنا متفقين أنه أغلب الشارع الرياضي وأغلب المتابعين الرياضيين متفقين، خلينا نقول 90% احنا عابرين دور المجموعات، لكن الدور المقبل كيف راح يكون شكل وتأهلنا مع منه راح نلعب، هذا كله راح نتركه في الحلقات المقبلة من برنامج هاتف. خلينا نتابع بعض التصريحات حول بعض المختصين وكيف شاهدوا تشكيلة المنتخب الوطني. كل قائمة وكل استدعاء هو يمثل وجهة نظر المدرب وفق فلسفته وأسلوبه باللعب، تختلف فلسفة المدربين وأساليبهم، احتمال أكو لاعبين ما يحتاجهم هاي الفترة، بس أنا وجهة نظري أنه القائمة الأولية عندما تقلص القائمة النهاية أتوقع أنه أغلب اللاعبين لاعبين شباب وهاي شيء إيجابي، أتمنى لهم التوفيق وأتوقع أنه قائمة جيدة. التشكيل يعني بصراحة يعني كرأينا الخاص يمكن ما إجت وفق استحقاقات معينة، مثل الدوري هناك لاعبين مميزين كانوا بالدوري يعني لازم يكونوا من ضمن القائمة، افتقارها خلينا نكون أكثر واقعين، افتقارها للاعب الخبرة، افتقار الخبرة خاصة في مجال أمم آسيا، افتقارها لحد الآن قاعد نفتقر إلى القائد، وهذه يعني بصراحة عوامل سلبية يمكن راح تظهر في الأيام القادمة. الصحيح بها وجود اللاعبين يعني بصراحة إعطاء اللاعبين فرصتهم، ومن خلال اللاعبين الشباب مثل وجود مهند يعني بصراحة يعتبر إضافة قوية إنه في الفترة الحالية، كذلك عودة اللاعبين بعض اللاعبين إلى مستواهم الطبيعي، كذلك بروز لاعبين وأخذ دورهم كأمجد عطوان، أكون بصراحة كرأي خاص يعني بيه يعني الرجل ده يؤدي أداء بدني وجهد عالي يمكن ما أخذ استحقاقه ومكانته من العوام الأعمدة الأساسية الآن في المنتخب الوطني. طيب موضوع آخر، طبعا السيد كامل صغير عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم أكد على أنه الإعلام شريك أساسي لاتحاد الكرة في نجاحاته، وأيضا طالب وزارة الشباب والرياضة وحتى أعضاء اتحاد الكرة بضرورة إيفاد وفد إعلامي كبير إلى بطولة أمم آسيا. اليوم مثل ما تعرفون أغلب الصحفيين أو الإعلاميين ما يمتلكون المادة، هي المادة أصبحت والمال أصبح الوسيلة للتنقل والسفر، هذا مثل ما نعرفه، لكن اليوم الأغلب ما يقدر يروح، أغلب الإعلاميين الصحفيين ما يقدرون يروحون بسبب التكاليف الباهظة للسفر والمعيشة والإقامة في دولة الإمارات ربما لمدة خلينا نقول 12 أو 15 يوم. طالب السيد كامل صغير وزارة الشباب الحكومة العراقية بضرورة إيفاد وفد إعلامي كبير على غرار البطولات السابقة، على غرار المنتخبات اللي تأخذ جيوش من الإعلاميين والصحفيين حتى يكونون داعمين لمنتخباتها في هذه البطولة. خلينا نتابع تصريح السيد كامل صغير. المنتخب الوطني راح يمثل بلد، إذا مو يافد فد أقل فد 20 قناة، فد 50 إعلامي، هذا ينجح المنتخب الوطني. الإعلاميين هم طبعا هم يحمون، هم راح يدعمون، هم راح يكونون جزء من عندنا. فعلى الاتحاد كرة القدم أعيد وأكرر أن يرسل بعثة كبيرة من الإعلاميين أسوة بالمنتخبات، ترى شوف منتخبات ميتة جوع ودول ميتة جوع، حس احنا الحمد لله دول ميتة جوع ليدزون إعلاميين أقل شيء 30-40، ليش احنا مو أفضل من عندنا، مو أفضل من العراق. فعلى الحكومة العراقية أن ترسل الإعلاميين وهذا صوتي أن يوصل على الإعلامي أن يدزون قنوات ويدزون إعلاميين في سبيل إنجاح مهمة المنتخب الوطني. إحنا العراق ونبقى العراق. عمي إحنا نصدع للمحاكم، إحنا يومين مرسولين للمحاكم. ليش نصدع؟ الإعلام يحاسبونا؟ مو من حقه واحد يحاسبنا. لا لا محاسبتنا واحد. لكن صفحة طويناها بعد خلص انتهت. بس على الوزارة طبعاً كلهم طويناها. الموضوع حس اليوم الموضوع لازم نرسل إعلام ونرسل كاميرات معانا. يلا تنجح مهمة المنتخب الوطني العراقي. طيب هذا كان تصريح السيد كامل صغير، أنا أحييك على هذا الكلام، وربما راح نكون في الحلقات المقبلة نضغط باتجاه هذا، نضغط باتجاه أنه ضرورة إرسال وفد إعلامي كبير. لكن يا أستاذ كامل صغير أنت مثل ما تعرف اليوم في حال أنه تم التنسيق مع اتحاد الكرة ووزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية وأرسلنا وفد إعلامي كبير، هل تعتقد اليوم باستحصال سمة الدخول راح تكون سهلة لجميع الإعلاميين؟ خلينا نكون واضحين أكثر،
هذا الموضوع يتطلب أنه تدخل الحكومة والدولة بهذا الموضوع. اليوم أنت من جاي تقول على 50 أو 60 اسم أو ربما 60 شخص، هذا وفد كبير، هذا لازم يتحمل تكاليف السفر، تكاليف الإقامة، تكاليف المعيشة. تعرف اليوم الإمارات مثل ما نعرف أنه ربما أغلب الإعلامي والصحفيين أنه يعني يخشون الذهاب إلى الإمارات بسبب التكاليف الباهظة بالسكن وحتى المعيشة، لكن اليوم على الحكومة أنه تتدخل بهذا الموضوع، وربما أنه في قادم الأيام هناك صوت ينسمع بالنسبة للحكومة العراقية. أرجع إلى موضوع آخر، إدارة نادي الصناعات الكهربائية تحتفي بمدرب فريق القوة الجوية الكابتن باسم قاسم لحصوله على المركز الثاني في جوائز الأفضل أو أفضل المدربين في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. خطوة جميلة، خطوة رائعة من قبل إدارة نادي الصناعات الكهربائية بخصوص هذا الموضوع. موضوع آخر قبل أن أنتقل إلى ضيف الكابتن كريم صدام، إدارة نادي أمانة بغداد 8 مرشحين ينالون الثقة الهيئة العامة من قبل إدارة أو الهيئة العامة لنادي أمانة بغداد. الفائزون هم فلاح المسعودي رئيسا، انتخب رئيسا لنادي أمانة بغداد، محمد فرحان كان أمين سر وأصبح الآن نائب رئيس النادي، مزر عبد الحسن أمين سر، عادل جبار الأمين المالي للنادي، الأعضاء كريم حمد وأزاد نامق وأحمد عزت ونشأة عزيز. مبارك لإدارة أو للهيئة الإدارية الجديدة لأمانة بغداد إقامتها وفق قانون 37 لسنة 1988. إدارية مما كان في العام المنصرم عام 2018 وعام الثورة والبناء لمنشآتنا، أكيد يعني إحنا الألعاب الفردية هي تأخذ الهم الأكبر والعناية الأكبر بالنسبة لإدارة نادي أمانة بغداد، وإضافة إلى هدفنا الرئيس أيضا الفئات العمرية الخالية من التزوير في جميع ألعابنا ليس فقط في كرة القدم وإنما كل الألعاب الفردية سوف يكون هناك اهتمام واضح للفئات العمرية، وإن شاء الله يعني ستجدون نادي أمانة بغداد متزن في جميع علاقاته الرياضية والاجتماعية وخاصة مع المؤسسات الرياضية على مستوى وزارة الشباب واتحاد كرة القدم واللجنة الأولمبية كوننا نادي مؤسساتي. أشكر الهيئة العامة على إعادة ثقتها بي بالهيئة الإدارية الجديدة، إن شاء الله خطتنا للفترة القادمة هو بناء منشآت البنى التحتية للنادي، يعني يفتخر النادي إلى منشآت وقاعات داخلية، وإن شاء الله نتائجنا تكون أحسن وأحسن وإن شاء الله ما نقصر وياهم. نشكر الهيئة العامة لنادي أمانة بغداد على اختيارهم لي أن أكون أحد أعضاء الهيئة الإدارية لنادي أمانة بغداد. الحمد لله نادينا نادي عريق، لي الشرف أن أكون أصغر عضو هيئة إدارية في النادي من تاريخ تأسيس، وإن شاء الله أكون عند حسن ظن الجميع وأكون خير ممثل لهاي الرياضيين الموجودين بالنادي، وإن شاء الله نوفق خلال هاي 4 سنوات. طيب شكرا لجميع المتحدثين. ننتقل مباشرة إلى ضيفي في هذه الحلقة اللاعب الدولي السابق الكابتن كريم صدام. كابتن أهلا وسهلا بك في برنامج هاتريك، ربما هذا هو اللقاء الثاني معك اليوم، عندنا الكثير من المواضيع والكثير حتى نتحدث به، لكن ما هو رأيك اليوم بخطوة اتحاد الكرة بعقد مؤتمر تطويري للرياضة ولفئة أو للفئات العمرية بصورة عامة والعمل على خطط مستقبلية من شأنها تطوير كرة القدم في العراق؟ مساء الخير أستاذ، شكرا جزيلا على الاستضافة. شكرا لك. والله الحقيقة ما عندي فكرة على الموضوع، أول مرة أسمع منك اليوم أكو هيك مؤتمر، يعني طيب. كأنما إحنا مو أهل الشأن بهذا الموضوع. كنا نتمنى يكون لنا دور في هذا الموضوع، لأن تعرف بحكم خبرتنا ويعني بحكم عملنا يعني كان ممكن نعطي أفكار ونساعد إخواننا اللجنة المنظمة أو في بعض الأمور يكون عندنا مساهم بهذا الموضوع، بس مع الأسف والله الآن سمعت منك من هذا الموضوع. طيب احنا حتى نكون واضحين اكثر كابتن، انا بصراحه الخبر عندي يقول لك انه هو برعايه وزاره الشباب والرياضه هذا المؤتمر التطويري اللي ربما راح يكون هو هدفه الاساسي وتطوير
للفئات العمرية، العمل على الفئات العمرية، البراعم، الأشبال، الناشئين والشباب، هي هاي الفئة اللي الآن المدعومة ربما من قبل اتحاد الكرة. يعني اليوم أنت ربما تستغرب عدم دعوة مثلا نجوم الكرة أو الرياضيين، لكن كانوا موجودين الكثير من الأكاديميين والدكاترة اللي يعملون في كلية التربية الرياضية، وأيضا حتى اللاعبين، بعض اللاعبين السابقين. هذا شيء طيب اكيد استاذ داود. احنا مع اي خطوه تصفي مصلحه الرياضه العراقيه، بالعكس احنا كنا نتمنى يعني تعرف هذا نحاول نساهم تطوير، يعني ليس الا يعني صحيح. باب العتم باب الحب ليس الا بهذا الموضوع. الخطوات يعني البحوث او التطوير اكيد مهم يصفي مصلحه الكره العراقيه. يراد وقت البناء، يراد وقت طويل في هذا الموضوع. يجب ان تكون هناك تضحيات في النتائج في كثير من الامور، لانه في سبيل توصل الى هدفك يجب ان نعدك كثير من الامور اللي ربما ما ساعدك على تكمله المسيره بهذا الموضوع، لان تعود الجمهور العراقي، تعود الرياضه العراقيه انه دائما يكون فوز، خصوصا بموضوع فئات العمريه دائما متصدر، دائما فوز، يعني وفق الاشكالات اللي كانت موجوده. طيب. اكيد هذه خطوه تصب في مصلحه الرياضه العراقيه، انه على المستقبل القريب او المستقبل البعيد ممكن نروح على الخطوات المنطقيه الحقيقيه اللي ممكن تكون تاثيراتها ايجابيه على المنتخبات الوطنيه، لانه تعرف حضرتك يمكن توافقنا الراي، كل انجازاتنا يعني اغلبها ما كانت تصب في مصلحه المنتخبات الوطنيه، والدليل انه شوف مشاركات ضمن المنتخب الوطني ما كانت بمقدار المشاركات اللي ادى من هذا المنتخب. طيب موضوع اخر، اليوم مثل ما تعرف اليوم الشارع الرياضي كله مشغول، وربما حتى المتابعين، النقاد، حتى الرياضيين، لاعبين دوليين سابقين، تشكيلات المنتخب واستدعاءات كاتانيتش، البعض يقول لك انه هاي القائمه تم تخيير كاتانيتش، يعني انه مو خياراته، تم فرض هذه القائمه، وامور كثيره اليوم يتحدث بها الشارع الرياضي. كيف تجد اليوم الاستدعاءات او ال 28 لاعب اللي راح يتم استبعاد 5 من عندهم والذهاب الى بطوله امم اسيا؟ تعتقد اليوم انه منتخبنا قادر على المنافسه؟ خلينا نكون واضحين كابتن اكثر، وانت لاعب دولي سابق وتعرف مثل هذه وقريب على كره القدم العراقيه، تعتقد اليوم راح نوصل الى هدف معين ربما في امم اسيا؟ خلينا نكون واضحين وصادقين مع الجمهور. وشوف الفقره الاولى، يعني سؤالك الاول حول كاتانيتش واختي خياراته، انا بتقدير شخصي هو خياراته فقط انا يعني عده فكره بالضبط، عده تصور على 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 فكره من خلال عمل 4 مباريات، هو صاحب الخيار، ده يعطي فرص كثيره كثير من اللاعبين وعنده خيار. ابعاد بعض اللاعبين هو عنده رؤيه، عنده نظره، يعني ما اعتقد ينطي فسحه او مجال للتدخل الاخرين، لان يعني هذا المدرب المحترف يريد يطول عمره، يريد يؤدي نجاح، لانه لربما يخلي العراق ستيب الى مستقبل اخر. اي خيارات تفرض عليه اكيد انا متاكد يفرض، يعني يرفضها وما ينطي مجال للاخرين التدخل بهالموضوع، هذا الموضوع متاكد منه جدا يعني حقيقه. يعني هي الموضوع الاخر حول تكهناتنا إيه؟ نعم تفضل. تكهناتنا على على مشاركتنا بالبطوله، تعرف كره القدم ما بيها ضمان، بس مثل على الورق احنا وضعنا يعني ما نقول سيء، صعب يعني صعب نوصل الى مراحل متقدمه، مثل ما قلت حضرتك بدايه البرنامج ربما الدور الاول نتجاوزه ونترشح الى الدور الثاني. بس تبقى كره القدم ام المفاجات، حضرتك في 2007 تتذكر يعني الفريق ما كان راح من اجل المشاركه، بس بعدين تغيرت الظروف وتغيرت الامور وشوف حصل على كاس البطوله. نحكي بالمنطق، فريقنا وفق الرؤيه الحاليه صعب يوصل الى مراحل، وهذا له اسبابه اكيد، الى اسبابه ضعف التخطيط، ضعف الدوري، عدم تنظيم الدوري بشكل يفرز لاعبين جيدين ممكن يكونون مردودهم ايجابي على الكره العراقيه. كل هذه الامور ادت الى ما ادت اليه، احنا اذا نبقى وفق هذا النهج استاذ داود، اذا بقينا نفس النهج هذا كن على ثقه ما راح نتطور او نشارك او نحرز بطولات أبد. على المستقبل لا القريب ولا على البعيد، يعني نهائيا او تنظيمنا او تخطيطنا نعم. زين هساني ارجع لك الى نقطه، يعني اليوم احنا من نربط حتى اداء المنتخب الوطني اليوم نربطها بموضوع الدوري اصبح شيء مهم ربما مرتبط، يعني هذا ما يختلف عليه اثنين. اليوم الدوري في حال انه كان قوي راح يولد لك منتخب قوي يستطيع يقارع منتخبات اسيا، احنا نلعب في قاره اسيا وهذا هذا هذا منطقي، لكن اليوم اذا كان الدوري ضعيف وتخطيط ماكو وكثره التاجيلات وطول مده الدوري، هذا راح ياثر كابتن، انت تعرف ياثر على
استراتيجية وعمل المنتخبات الوطنية كلها. اليوم التسم تجي بتقول حتى في حال منتخبات الشباب والناشئين دوري ما عندنا بصراحة، حتى الناشئين الشباب الأشبال ما عندنا دوري. فمن هذا المنطلق ربما أنه منتخباتنا أصبحت ما هي في المراتب الأولى حاليا، وتعرف أنت بعد عملية التزوير وأيضا حادثة المطار مطار بغداد. كابتن احنا حتى نكون واضحين وصريحين بهذا الموضوع، احنا يعني عذرا للكلمة احنا حتى نكون منطقيين بالطرح بهذا الموضوع، احنا كنا نمشي مو على الطريق الصح، وكل الشارع الرياضي وحضرتك وكنا نعرف بهذا الموضوع انه اللاعبين يعني ما كانوا يعني منطقيين بالطرح مالتهم، بحيث انه ممكن يسعى ستيب باي ستيب مثل المنتخبات الوطنيه. يعني شوف لاعب يلعب منتخب وطني، منتخب اولمبي مو منتخب شباب، ماكو يعني خلط الاوراق بهذا الموضوع. الاتحاد كان ضعيف بقراراته، احنا يعني ناشدنا وطالبنا انه ما ان يوصل لاعب الى المنتخبات الوطنيه خلاص، لا اولمبي ولا شباب يلعب. إيه بس انت من هذا طرحك ربما انت من هذا طرحك ربما انه البعض يعني يفتهم انه ربما الكابتن كريم صدام يبحث عن منصب. بصراحه انا اكون واقعي وياك اكثر، منصب وين يعني في 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 احدى يعني لجان الاتحاد ربما. اقول لك هذا استحقاقنا، هو مو منيه من عندهم، هذا استحقاقنا. احنا لعبنا كره قدم وخدمنا البلد وشاركنا، فهذا استحقاق طبيعي بالنسبه لي انا اذا اخذ مهمه وطنيه او اخذ لي استحقاق هذا مثل ما قلت حضرتك. طيب مو منيه من احد بقدر ما هذا عملنا وهذا شغلنا. احنا كره قدم اشتغلنا صار لنا فوق 20 25 سنه اشتغل بهذا المجال، فعندنا خبره وعندنا ممارسه وعندنا اراء وشات نظر بهذا الموضوع، فهذا حق منطقه اعتبره انه تاخذ استحقاقات من ضمن تدريب. بس الفكره استاذ داود، الفكره انه خلط الاوراق ما راح تعطيك نتائج ايجابيه بهذا الموضوع. انه قلت لك لاعب المنتخب يجب ان يكون خلاص بالمنتخب، لا يمثل اولمبي ولا يمثل المنتخب. الاتحاد ما كان عنده قرار بهذا الموضوع، حتى يعني الكابتن راضي شنيش التقديري كان ضحيه هذا التخبط. يعني تتذكر حضرتك من راح الاولمبي شارك بالاولمبيات ورجع شارك مع كابتن راضي ما اخذ معسكر، كل هذه التداخلات أثرت بشكل سلبي على مسيرة المنتخب الوطني، والدليل كان ضحية المنتخب الوطني للفئات للمنتخبات الأخرى. يمكن توافقني رأي بهذا الموضوع؟ أوافقك، صح أوافقك، وربما أشاطرك أيضا رأي. خل أرجع إلى نقطة مهمة، هل أصبح اليوم الاتحاد أنه اليوم في حال يعني في تعرف مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة، الرواد على مواقع التواصل الاجتماعي كثيرة ما يطرح في مواقع التواصل الاجتماعي خاصة في الفيسبوك أو الجروبات الخاصة، ربما اليوم أصبح الاتحاد يتأثر باستدعاء لاعب، ابعاد مدرب، ابعاد لاعب، تعتقد اليوم يتعرض الى ضغوطات اتحاد الكره من هاي الناحيه؟ طبيعيه كل مجال تتعرض، بس لا تبقى انت مدى قناعتك بقرارك، مدى ثقتك في نفسك، مدى ما اصرارك على وضعك. يعني انا مع جل احترام للاعلام الرياضي، انا يعني ربما اتفق واختلف معهم في بعض الامور، بس الصواب هو من 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 تمشي الى نهايه المشوار ويكون خيارك صح. هنا التحدي، هنا التحدي. ما ممكن مثلا امام ضغوطات تغير مدرب، امام ضغوطات تغير لاعب، تجيب لاعب. فكتني شوف تقدير الشخصي، يعني حتى كانت عندي لقاء مع الكابتن باسل جورجيس قبل فتره والتقينا وتواصلنا من خلال التليفون، انه الرجل ما يخضع لكثير من الضغوطات، قناعاته الشخصيه وهذا الصح. انا اول لربما التقينا بالسابق قلت لك انا اللي ثقه بهذا الرجل، صح. اذا انطى الحريه الكامله ربما يعمل شيء للكره العراقيه ويعمل شيء لشخصه بس هو. بس اليوم بس اليوم كابتن كريم عوامل النجاح، عوامل عوامل نجاح. زين نعم. انا اسرح اجي اتفق وياك على نقطه، اليوم عوامل النجاح ربما هي متوفره في المنتخب الوطني، ومن خلال حتى المؤتمر الصحفي يمكن تشاهد ما شاهد قال لك انا اذا اخضع اليوم راح تشوفون 100 لاعب في الوحده التدريبيه، لكن انا ما مطالب بنتائج، لا تحاسبوني على أمم آسيا. هل تعتقد أنه في حال لم يحقق كاتنج أي نتيجة راح تكون مقصلة الإقالة حاضرة؟ حتى كيف أنت راح تمتص غضب الشارع الرياضي؟ والله يعني لا سامح الله يعني أستاذ داود، يمكن اقترحت قبل اقترحت مقترح يمكن برنامجك أو برنامج آخر. أنا إيش كنت أتمنى من أخواننا أعضاء الاتحاد؟ الرجل قريب الفترة يعني تعرف في خلال أشهر ما ممكن تعمل منتخب وطني. طيب كان ممكن يستمر الكابتن باسم قاسم بمهمته، الكابتن غني شاهد مع الأولمبي، الرجل يبقى مشرف على المنتخبات، يلاحظ يستدعي، يكون مرجعية للفريقين بحيث يكون عنده رؤية كاملة، يشوف الدوري، يكون عنده طلع كامل على الدوري، يمسح المنطقة العراق يعني كل الدوريات، يروح حتى الدوري الإقليم كردستان الدرجة الأولى في المحافظات الكل، بحيث هاي يبقى له مثلا سنة بعد
الآسيوية ممكن هو يختار اللاعبين اللي تكون عنده قناعة كاملة. الآن مثل ما قلت حضرتك، راح نخليه في زاوية ضيقة في حال لا سمح الله عدم ترشحه، أو لربما نخسر خسارات ثقيلة بهالموضوع، أكيد راح يطالب الشارع الرياضي بإقالة الرجل وإبعاده عن الساحة الرياضية. شو يكون موقف الاتحاد بهذا الموضوع؟ فكل يتمنى أنه يأخذ فسحة من الوقت، فسحة من المجال، طالما أنت متعاقد وياه لمدة 3 سنوات أنطي سنة أو أقل السنة إشراف ورؤية كاملة عن كرة، يمسح الكرة العراقية يكون عنده مسح تام، ومثل ما يتولى المهمة وفق شروطه، وحتى المساعدين التكلفة راح تكون قليلة، يعني فقط شخص يجي أو يجيب وياه خبير ويستعين إذا عندهم فكرة، يستعين ببعض الوجوه لربما تساعده أنه مثلا ترشح له بعض اللاعبين، ترشح له بعض الأمور. حلو. بس الآن طالما وصلنا لهذا المرحلة والرجل تولى المهمة، هاي النقطة ذكرها الكابتن شاكر محمود في لقاء معي أيضا في برنامج هاتريك هنا، قال لي إحنا كنا نتمنى إنه كاتانيتش يحضر، كنا نستمر مع أنا والكابتن باسم والكادر المساعد في نهائيات أمم آسيا، وكاتانيتش كان ربما دعا الاتحاد إلى حضور المباريات كضيف شرف ويتابع المنتخب من أعلى المدرجات، وبعد نهائيات أمم آسيا إحنا نترك المهمة لكاتانيتش، وهو في حال إنه تولدت القناعة عنده بهذول اللاعبين يستمرون معه، أو في حال لم يستمروا راح يجيب غيرهم. بس هاي النقطة كلش ملاحظة، هاي جدا مهمة، يعني حتى اليوم الشارع يعرفها. هو هذا رأينا من زمان، يعني قلت لك الرجل حتى من حرجه ولا نخليه في زاوية ضيقة بحيث نطالبه بنتائجه، والدليل مثل ما قلت حضرتك في مؤتمر الصحفي قال أنا ما عندي يعني فد 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 عصا سحرية ممكن أجيب كأس آسيا، بقدر أنه راح أشارك وما أضمن النتائج. هذا راح خليه أمام ضغوطات إعلامية، ضغوطات فنية بهذا الموضوع، وتعرف الخسارة يعني كثير، يعني بس المدرب يتحملها، النجاحات الكل تساهم بهذا الموضوع. فكنت أتمنى من أخوانا الاتحاد بس وحتى استقطاب يعني أستاذ دولة توافقنا الرأي، يعني صح. بعد الإخوان ما انتخابات الاتحاد وترشح بعض الإخوان الجدد إلى الاتحاد، فكان من أول أولوياتهم استقطاب مدرب أجنبي، وشوف انضغطوا وبقوا يسافرون يروحون ويجون، ويجب أن يستقطبون مدرب أجنبي لأنه من ضمن الوعود اللي وعدوا به، من ضمن الوعود اللي كنا نتمنى التريث، كنا نتمنى التريث، أو قلت لك مثل ما قال مقترح الكابتن شاكر ومقترحنا أنه ممكن يعطي وقت أطول. يعني كنا نعطيه ربما وقت أطول. اليوم هل تعتقد اليوم أنه ربما حتى في حال أنه حقق المنتخب العراقي نتيجة إيجابية، وفي حال لم يحقق نتيجة إيجابية لا سامح الله، خلنا نفترض كافتراض، التوقعات تشير هل راح يتحمل الاتحاد العراقي الضغط اللي راح يتولد من قبل الإعلام، الصحافة، الجمهور؟ ثلاث عناصر ربما هي مهمة جدا الاتحاد اليوم. أستاذ داود، يجب على الاتحاد الآن يوضح وجهة نظره أنه ذاهبين للمشاركة لربما عدم تحقيق نتيجة إيجابية. سيد عبد الخالق مسعود قال رئيس الاتحاد قال إحنا رايحين مو للمشاركة، رايحين نحقق إنجاز للمشاركة، متمسكين بالمدرب، الله أعلم، لا قال إحنا رايحين لتحقيق إنجاز في أمم آسيا. هنا هسه شو تفسر لياها؟ هنا الرأي جدا مهم، التمسك بالمدرب وقناعتهم بالمدرب ولا استقطاب، انت ممكن من خلال بطوله او ربع العقد وهم راح تعطي غرامه وتدفع لهم فلوس طبعاً. وتخسر فلوسك انه والله ما اتفق، ما يصير هذا 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 هدر للمال العام استاذ داود، هدر للمال العام، هذا من اموال دوله، اموالك واموالي، بيتروفيتش سويناها يعني عادي تمشي يمنا لا ما ممكن عادي، لا الأموال تصرف يجب أن يحاسب اللي اتفق معاه اللي جابه، إحنا لازم نعطي فسحة كاملة حتى عصارة أموالنا نستفاد من خبرته ومن وضعه، ولا ما ممكن من خلال ضغط جماهير معين تستغنى عن المدرب، هذا خطأ لأن طيب. عدم ثقة بالنفس. طيب الأستاذ طلال العامري تحياتنا، بعث لك برسالة وقال تحياتي الكابتن الصديق كريم صدام الهداف العراقي التاريخي، لماذا فقط يكون التفكير بإبعاد المدرب في حالة الإخفاق؟ طيب ومن يبعد منظومة الاتحاد عند الإخفاق والفشل كمثال؟ تحياتي أستاذ طلال العزيز الغالي، عزيز وحبيب. هذا شوف، هو دائما الحلقة الأضعف هو المدرب، كنا متفقين على هذا، ثقافة الاستقالة ما عندنا، يعني احنا معروفين مع الأسف بهذا الموضوع، خاصة عند أخوانا بالاتحاد. هذه رادها ثقافة غير، يعني ثقافة الاستقالة في عدم تحقيق
نتيجة يمكن احنا بعيدين عن هذا الموضوع. يمكن صارت كابتن صارت صارت والله صارت بالعراق لأول مرة في التاريخ إدارة نادي الديوانية خمسة من الأعضاء الاتحاد يقدمون الاستقالة. يعني أول إنجاز نرفع لهم القبعة. والله لا خسروا بعد السباعي أمام الشرطة عجز مالي. لا كابتن خسروا بسبعة جمهور صح. يعني خلص قدموا صح. استقالة. ها أنت أعتبرها استقالة هي شجاعة بغض النظر عن أي شيء آخر. لكن حق سوينا شيء بالعراق الحمد بس لله. بس هنا السبب أستاذ داود هنا السبب يختفى عن هذا السبب. هنا السبب ضعف المال وعدم استقطاب لاعبين بالنسبة لإخواننا الديوانية مع جل احترامنا لهم كانوا شجعان مثل ما قلت حضرتك قرار. بس هنا يوم إخواننا بالاتحاد ضعف التخطيط يعني أنت الأموال عندهم مدرب أجنبي ويخفقون. فهنا وين شو تسميه أنت هنا يعني طيب. المفروض أكو من يحاسب الوضع وهي الهيئة العامة. تعرف حضرتك الهيئة العامة دائما تكون يعني موالية غير معادية. طيب اليوم الاستدعاءات تعرف على الكثير من الجمهور اليوم وحتى من المنتخب الوطني كثير يطالبون باستدعاء لاعب خبرة. ربما كانت الصدمة والمفاجأة في هذه التشكيلة هي إبعاد سعد عبد الأمير يعني عدم استدعائه في هذه الفترة. وشوف رأي المدرب لربما يجب أن يحترم رأي المدرب. منطقة الوسط لربما أصاب سعد عبد الأمير الفترة الأخيرة وعدم مشاركته بالمباراة الأخيرة وشارك اللعبات الأخيرة شارك هو كان له دور فعال في نتائج الشرطة. بس هذا المركز يا أخي يزدحم يعني عنده مهدي كامل وعندك أمجد عوان عندك بشار أسامة فهذه منطقة مزدحمة بلاعبين يعني لاعبين يعني عندهم حضور عندهم تأثير. طيب. فيبقى هو خيار المدرب يجب أن يحترم خيار المدرب. وما اعتقد يعني تعرف يمكن هم احد الاخوان بالتقرير قال لي ربما يختار في هذه الفتره هذا كذا لاعب ربما فتره اخرى يختار لاعبين اخرين. هذا مو معناه انه يبعد من المنتخب الوطني. سعد عبد الامير لاعب ومهم ومؤثر بالكره العراقيه لربما الان ما تصيب الفرصه بس اكيد راح يعود المنتخب وياخذ دوره الطبيعي. يعني ربما انه حتى في حال يعني ال 28 هي مو قائمه نهائيه اليوم يعني ربما بعد مباراه الصين وفلسطين راح يعلن القائمه. وقال يوم 25 يوم 25 يبقون 23 يوم 25 خلص لازم تندز القائمة الاتحاد الآسيوي. بس أنا اللي أتكلم هل يعني هو راح ربما استدعى يعني 28 لاعب راح يبقي من عندهم 23 مثل ما نعرف. هل تعتقد أنه اليوم هي فترة كافية يعني مباراتين أمام الصين وفلسطين وبعدها راح ما أعرف أول خلال المعسكر التدريبي؟ هو شوف اكو بعض النقاط جدا مهمه مثل موضوع ايمن حسين. ايمن حسين عنده قناعه بين الرجل كقناعه كمهاره ومقاتل مهاجم طيب. شرس عدم خوض المباراه هاي الفتره وابعاده عن الاعلام ابعاده عن المشاركات لربما بالمعسكر والمباراه اصله فرصه انه يثبت جداره او ابعاده بهذا الموضوع. اللاعب الاخرين انا عند على عباس تصور عليهم هسه اذا نتكلم على مهند علي مهند عبد الرحيم محمد داود ربما عندهم خبره. طيب على عباس ايضا لاعب جديد على المنتخب الوطني خلينا نقدر نقول يعني ربما ايضا راح يكون تحت المجر من خلال كاتنيج. هو مجرد مشاركته مع المعسكر المنتخبات الوطنية وبعد شاب على وممكن المستقبل أمامه يخوض تجارب أخرى. إحنا شوف كنا بعض الأحيان نروح مع المنتخبات الوطنية ندخل معسكرات تعرف هم من 25-30 يرد منك فد 20 إحنا نكون من ضمن الناس اللي مصرحين من ضمن المنتخب بس تبقى مع المنتخب إنه في حال عودة المنتخب نرجع مع المنتخب ونشارك في مشاركات أخرى. هذا مو معناه إنه إبعاد مثل سعد عبد الأمير علاء أو لاعبين آخرين إنه خلاص أقصوا من المنتخب الوطني بالعكس يبقون تحت نظر المدرب إنه يستقطبهم في وقت معين. والدليل حضرتك من كثير من البطولات عند لاعبين انصابوا هو سعد عبد الأمير انصاب في البطولة تتذكر صح. أعيد واستقطب لاعب آخر في مكانه إذا هو أكو تحت المجهر أكو لاعبين باقين فمو مجرد إبعادهم عن البطولة أنه غير مستفاد منهم بس كل بطولة لها ظروفها لها رؤية من المدرب ويجب كإعلام كشارع الرياض نحترم رأي المدرب لأنه المسؤول عن النتائج. أنا مباراتين أمام الصين وفلسطين ربما راح تتضح الصورة. أكو ضيوف ربما اختلفوا مع وجهة نظرك اليوم قال لك أنه في أربع مباريات مع كتنج إحنا يعني ما فايزين خسارة وثلاث تعادلات إلى الآن يلعب بطريقة وأسلوب مغاير عن الثلاث يعني الأربع مباريات احنا من نشاهد الاسلوب وما استقر على التشكيله ربما يختلفون بالراي معك من وجهه نظرك.
بالعكس هذا شيء صحي، من تختلف بالرأي شيء صحي، والرجل ده يجرب تجارب انه عنده اكثر من لاعب، اكثر من 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 فكره بهذا الموضوع، ده يشوف الاصلح. احنا في 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 كاس العالم مع ايفرستو الرجل بلعبات وديه خضنا قبل كاس العالم اكثر من تجربه جرب، اكثر من تشكيله لعب، اكثر من، والدليل يعني شوف احنا طلعنا بمحصله في كاس العالم مقبوله، ليست سيئه يعني بمقدار ما حققناه في كاس العالم. فالرجل محترف ده يشوف الطريقه الامثل، اللاعب الانسب لهذه الطريقه ويجرب، طالما هي مباريات تجريبيه، طالما هي مباريات تنطي رؤيه كامله عن اللاعبين، هذا انا اعتبره شيء صحي انه ده يجرب. انا متاكد مباراه الصين ومباراه فلسطين راح يستقر على التشكيل وراح يستقر على الرؤيه النهائيه وطريقه العمل بهذا الموضوع حتى يوصل الى الجاهزيه الكامله من اجل الدخول في البطوله. اها طيب هذا واضح. طيب تعتقد اليوم اكو كتنش بعض المباريات لعب بثلاث مدافعين مثل ما تعرف، هاي الطريقه ربما حتى كانت تناسب بعض اللاعبين وخاصه علي عدنان عندما يلعب مع اودينيزي وحتى في الدوري الايطالي، 3-5 ربما هي طريقه جديده على المنتخب العراقي، لكن رجع في بعض المباريات كتنش لا لعب باربعه مدافعين. مو هو نوعات ظروف يعني نوعيه اللاعب تفرض عليك هذا الموضوع، يعني 3-5-2 يراد لك جناحين سريعين يدافعون ويهاجمون بنفس السرعة. طيب. يراد لك لاعب يعني ارتكاز جيد ممكن يعني يفشل هجمات الخصم بهذا الموضوع. لذلك شوف يعني من يجيب أمجد عطوان يخلي في هذه المنطقة يحس، أو هو أمجد عطوان تركيبة عمله أنه كثير ما يفشل هجمات الخصم، دفاعه جيد. في طريقة الهجوم شوف مهدي كامل هو اللي يشارك بالهجمات دائما، كنترول عالي على الدروية، فكرة حلو ممكن يشكل لك خطورة على فريق الخصم، فهو وفق أدواته يتصرف. يعني على عدنان الرجل يريد يستفاد من الميزة الهجومية له، يعني يشوف عنده فكرة يلعب بالدوري، دوري عالمي دوري إيطالي، فعنده ميزة هجومية، عنده شوت، عنده بنى جسمانية جيدة، يقول لك أنا ما أعطل في منطقة الدفاع، ليش ما أدفع نحو الهجوم؟ ممكن يصير إضافة هجومية واستفيد من خبرته، قوة الجسمانية والشوت القوي ممكن يضيف له شيء، فوفق الرؤية اللي يملكها المدرب يعمل تشكيلته. بس على الورق مثلا يقول 4-4-2 أو 3-5-2 اكو متغيرات في الملعب، انت ممكن الورق يتنفذ 100% على الملعب بقدر ما اكو متغيرات داخليه ممكن من خلال توجيهات المدرب يغير هذا الفكر وفق امكانيات لاعبيه. زين كيف تشوف انه اليوم يعني مرحله الاعداد، هاي المرحله اللي مرينا بها اربع مباريات وديه، مشاركتنا في بطوله رباعيه، البعض انتقد حتى مباراتنا على الارجنتين لان قالوا انه مو بالوقت المناسب حاليا، كيف شاهد انت مرحله الاعداد اللي مرينا بها من تسلم كاتانيتش الى اليوم؟ فقير، يعني اعداد فقير، اعداد بمستوى الطموح، ما يعني ما ارتقينا الى مستوى البطوله، ما خضنا مباريات عاليه باستثناء الارجنتين من قبل اخواننا بالعربيه السعوديه، لولاهم ما خوض هكذا مباريات، وكذلك مع الفريق السعودي كان التخطيط لعمل انجاز في تلك البطوله خجول، يعني من قبل اخواننا اعضاء الاتحاد ما خططوا عمل اداره مهم حتى ينضاف على العمل الفني، ما خضنا مباريات بمستوى البطوله، ودليل حتى مباراه فلسطين والصين ما اعتقد راح تكون كفايه بحيث تعطينا رؤيه واضحه او 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 فائده عاليه ممكن تمهد لك ودخولك في البطوله. والاتحاد يبحث عن اقامه مباراه اخيره يمكن ربما بدايه الشهر الاول من العام المقبل، يعني قبل انطلاق البطوله ربما راح نلعب مع منتخب، يا فريق يا فريق يعني احتمال كوستاريكا، ما اعرف اكو هيك يعني بالاعلام اكو طرح الموضوع، والسيد عبد الخالق مسعود صرح والسيد باسل جورجي سنفه، فما اعرف خلينا ننتظر. والله نتمنى احنا نشوف، احنا ترى فريق العراق مو فريق هين ولا فريق سهل، يعني صح. بالمنطقه العربيه والاسيويه وحتى العالميه، يعني كثير من الفرق تتمنى تيجي تلعب، انا حتى المباريات اللي خضناها خارج البلد يعني كنت اتمنى تخاض في بغداد في كربلاء في البصره، الجمهور عنصر اساسي ومهم في اللعبه، ليش اخوض مبارياتي في الدوحه او اخوض مباريات في بلد اخر؟ ليش ما استقطب الفرق العبها في بغداد؟ نرفع الحظر في عذر صحيح. في البصره في البصره في كربلاء ليش جميل. عندك اربيل عندك هذه استاذ داود الاخوان احنا شوف ليش اقول لك مع جل احترامنا العنصر الجمهور جدا اساسي ومهم، انت من الان من كنا نلعب في ملعب الشعب والجمهور يعني يشجعك ويحمسك كون على ثقه، تصير عندك طاقه مضاعفه من تروح تلعب في ملعب خاوي وصوت المدرب واضح وصوت الخصم واضح، انت كمشاهد ما عندك حماس، ممكن توافقني راي بهذا الموضوع صحيح. انه مباراه فقيره جماهيريا
وبائسة فنيا بهذا الموضوع. ما أعرف ليش تخاض المباراة خارج 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 العراق. طيب هو هاي المباريات الودية والله فعلا نقطة إيجابية، وأيضا راح يعني من خلال هذا طرحك ربما راح نتناوله في قادم الحلقات. موضوع أخير قبل أنهي الحلقة معك كابتن كريم، يعني تحديدا المنتخب العراقي في كل البطولات اللي شارك بها ربما أنه إعداده يكون فقير لكن يقدم، يعني هاي ما أريد أنه نستند عليها كقاعدة لكن المعطيات والمعلومات تشير إلى هذا الموضوع، أنه المنتخب العراقي جميع مشاركاته في أمم آسيا حقق نتائج لكن ما كان معد بشكل جيد، في حال إعداده بشكل جيد ما يحقق نتائج. سيد داود، أي بطولة تجمع حتى من استند عليها قاعدة تقدم نتائج إيجابية؟ أنا حتى من بس أنا أقول لك نعم نعم، متى ما تكون بطولة تجمع يعني الفرق تلعب كل يومين ثلاثة ويحقق نتائج إيجابية بالبداية، شوف التفاعل الجمهور والناس حتى بال 2007 شفت حضرتك يعني الجمهور كان داعم وساند بالبطولة بنحقق نتائج غير متوقعة، شوف الشارع العراقي التهب بهذا الموضوع. كذلك الأولمبيات من لعب مع الكابتن شاهد من كان تجمع، شوف الفريق العراقي قدم شيء رائع حماس وجمهور، بس المباريات من تبتعد كل شهر او كل اسبوعين او شيء مباريات شوف هنا اكو فتره يعني حماس يعني ما يرتقي الى حماس المباريات القريبه على بعض، فالحماس والعامل العامل التنظيمي بالنسبه للبطوله في حيث العراق يقيم يشارك هكذا بطوله يستعد حماس جدا رائع. طيب وخصوصا اذا بدا في تحقيق نتيجه ايجابيه، شو هاي بطوله اسيا اذا اسمح لي اذا فزنا في اول مباراتين ثلاثه والشارع تفاعل مع الفريق لربما احنا مثل ما قلت حضرتك بناخذها قاعده، لربما تكون عندنا نتائج اخرى وفق العامل الحماس وتشجيع الناس والرسائل. طيب والاهتمام قبل الناس. طيب هذا كلام جميل. بسؤال اخير، تعتقد انه يعني الجمهور اليوم من حقه انه يطالب باستدعاء لاعب خبره في المنتخب؟ اليوم الجمهور ايضا يعني جمهورنا جمهور العراقي جمهور واعي. لا 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 الجمهور لا 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 ما لا الجمهور مو من حقه يتدخل بالامور الفنيه. احنا كمحبين كداعمين للمنتخب كل ذي حق ياخذ حقه، كل واحد يعمل باختصاصه ومهنيته. انت مع استدعاء كرار تفرض على المدرب او مع استدعاء كرار نور صبري ومع علاء كرار حمادي كرار امجد؟ المشكله انا قلتها اكثر من مره، المشكله الاخوان بعيدين عن الاعلام، يعني شوف كرار يلعب من الدوريات صعبة جدا، الدوري الإيراني صعب ومعقد ومرتفع فنيا، المشكلة ما عنده رؤية عليه، احنا كنا نتمنى من اخواننا انه فد 4-5-2-1 يتفق مع كاتانيتش انه ممكن يروح لإيران يشوف الدوري يعطيه تصور كامل حتى لو اخ باسل جورجيس او حتى تكون يعني عنده ثقة بالموضوع احمد خلف يتابع في الملعب ويعطي رؤيه كامله بحيث يستدعيه ويدخله بضمن المعسكر الحالي يعني اللي راح يقام بقطر، ينطي فرصه حاله حال البقيه، نجح نجح ما نجح ممكن يستغنى عن خدماته. بس مع الاسف يعني العمل الاداري عندنا ضعيف ضمن منظومه الاتحاد. هذا كان عمل اداري يجب ان يكون عمل اداري يصب في مصلحه العمل الفني، بس ما حقق هذا الوضع مع الاسف. طيب كابتن كريم صدام، وأنا أشكرك نجم المنتخبات العراقية السابق ونجم الزوراء والهداف التاريخي للعراق، شكرا جزيلا لك كابتن كريم صدام لحضورك اليوم معي في برنامج هاتريك، نلتقيك إن شاء الله في حلقات مقبلة. شكرا لكم مشاهدين لمتابعتكم هذه الحلقة، نلتقيكم غدا بإذن الله، إلى اللقاء.